تكلمنا سابقا عن كيفية إضافة البيانات وعمل تعديل يعني أديت عليها وحذف البيانات وأيضا قراءة البيانات من الجدول. الآن راح نتعرف أخيرا على كيف إنه نعمل فلترة، يعني بحث سيرج بالنسبة لهذه البيانات. طبعا عملية البحث راح تكون ضمن تكست بوكس معين، إنه أنت تكتب على سبيل المثال عدة مجموعة كبيرة من البيانات، تبدي إنه تكتب الفيرست نيم للشخص، راح يطلع عندك يفلتر لك هذه البيانات تبع للفيرست نيم، لو لست نيم، الفون، ايج، اني ثينج. فكيف نعمل بهذا الشيء؟ طبعا طريقه جدا بسيطه، اللي نحتاجه فقط جمله اللايك اللي هي تعتبر جديده والكونكات. فايش اللي نحتاج؟ نرجع على الفورم 1 ديزاين، نعمل حدث تشينج بالنسبه للتكست بوكس، اوكي، هذا حدث تشينج. ونحتاج ايش؟ نحتاج الى اف، فراح نقول له اف التكست بوكس حتى نفصل ما بين عملية تحميل اللود بالنسبة للفور. فإذا كان عبارة عن نون فهذا ايش يعتبر؟ يعتبر لود احتيادي. نحتاج كود اللود الخاص في الجريد فيو، ناخذه كوبي، اوكي. فإذا كان التكست بوكس فارغ باعتبار انه انت ما كاتب اي شيء فيه، فهذا ايش يعتبر؟ يعتبر لود احتيادي، ما عندنا به اي مشكلة. وإلا وإذا لم يكن فارغ، يعني إذا أنت كتبت فيه شيء معين، فهذا يعتبر إيش؟ يعتبر فلترة. فعملية الفلترة هي نفس عملية اللودينج، ولكن إيش يختلف؟ يعني نفس الكود السابق ناخذه كوبي بيست، ولكن اللي راح يختلف عندنا إيش؟ راح يختلف عندنا الأس، هو السترينج. نفس الشيء، نستخدم أدابتر، نستخدم داتا سيت، ونملأ الجريد فيو باستخدام الداتا سيت تيبلز. ولكن اللي راح يختلف هو select all from TP1، راح يكون ضمن شرط معين، وبالتالي راح يكون عندك where. راح نستخدم شيء يسمونه الكونكات حتى يعمل لنا كونكات بالنسبة للداتا اللي راح تنكتب داخل الديكس بوكس. اوكي، نفتح اقواس الكونكات ونبني نكتب الحقول، الحقول اللي نريد نعمل لها كونكات. فاحنا نريد first name، name فارزة، last name فارزة، عندنا الفون أيضا، وعندنا الايج إذا أردت أنه تبحث لأي شيء. طيب، وأيضا لابد أنه إيش يكون لايك. أوكي، لايك إيش؟ لايك التكست بوكس حتى ندخل التكست بوكس دوت تكست بصورة مباشرة داخل اللايك. فأنت نحتاج طبيعيا إلى كوتيشن، أوكي، النسبة المئوية، علامة النسبة المئوية حتى ياخذ يعني الكلمات او الاحرف ياخذها متجزئة. وبعد ذلك عندك دبل كوتيشن اند دبل كوتيشن النسبة المئوية كوتيشن، اوكي، كل ما في الامر هو هذا. وبعد ذلك تبدي تكتب عندك تكست بوكس 1 دوت تكست بهذا الشكل. كل ما في الامر هو هذا، انه تبدي تغير انت في الاس. اوكي، نعمل ستارت. فالآن مثلا لو أبدي أبحث، الآن عندي الداتا هي مختلفة، ولكن لو بديت تبدي تبحث عن شيء معين راح يبدي يفلتر البيانات. يعني الآن لاحظ هذه يعني الكونكات اللي موجودة عندي، مثلا تبحث عن الأي اعتبارا الأي موجودة هنا، أبدي أبحث عن مثلا 6 4 5، يبدي يفلتر البيانات وهكذا. إذا عملية الفلترة هي عملية مشابهة بالنسبة لعملية اللودينج، ولكن كل اللي يختلف عندك هو الشرط، انه تبدي تاخذ البيانات ضمن شرط معين، ضمن كونكات بالنسبه، تعمل كونكات للحقول اللي انت تتفلتر عليها، وتجعلها لايك التكست بوكس النص اللي انت تريد تكتب عليه، ولا تنسى انه تضيف النسبه المئويه.